بقول لك ايه يا احمد يا علي، انا عايز اشوف لك عشان مش شايف لك. ثوابي اما اقطع رخصتي بخصم مع. بقول لك ايه يا احمد يا علي، انا عايز اشوف لك عشان مش شايف لك. وانا كل ما احط عليك تكبير نجي احط عليك تاني. هو انت حطيت عليا ولا انا عشان تحط عليا تاني؟ مش انت كنت عايز تشوف لي؟ عايز اشوف. تعالى اوريك البشر.